أهلا وسهلا بكم في صفحة أعجبني. أنسين السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. السؤال بيقول لك يا محسن كالتالي: عربة إيه بتتحرك؟ في عنا كرة بي مربوطة فيها، تحركت هاي ب في نوت وهاي في صفر، تمام؟ بحكي لك the velocity of B as it's reached maximum elevation. هسا الشكل الأولاني كان إيش؟ كان زي هيك، وهاي V نوت، وهاي إيش؟ كانت تتحرك V equal zero، انساها zero. هسا الشكل الثاني كيف بدها توصل maximum elevation؟ هي كانت هون، بدها تصير هون، هاي وصلت إيش elevation هنا، هاي اختار H ما بهمني. هسا بقول لي لو بدي السرعة هون، هاي في اي في بي، وهاي هيك في اي، وعندي هون هيك في اي في بي وذ ريسبكت تو اي. هسه هاي تساوي صفر، لانه هاي وصلت للماكسيمم اليفيشن، ما بتتحرك يعني، بس ما بتتحرك حركه لحالها، بتتحرك حركه بس مع الفي اي. فبما انه هاي صفر، اذا في اي تساوي في بي، تمام. هسه في اي تساوي في بي، بروح على قانون الزخم، ام في واحد تساوي ام في اثنين، بطلع من خلاله ايش المعادله اللي طلعنا لك اياها بالفيديو الاول، تطلع معي هاي، تمام. هسه بالمعادله الثانيه شو بقول لي؟ بقول لي بالفرع الثاني بقول لي the maximum vertical distance. هسه طلب h، h من وين بقدر اجيبها؟ القانون الزخم ما بيجيب لي h، لانه ام في في كله. فبروح لايش؟ للconversation energy. بحكي مجموع ال تي واحد زائد مجموع ال في واحد تساوي مجموع ال تي اثنين زائد مجموع ال في اثنين، تمام. هسه تي واحد ايش الطاقة الحركية؟ أول إشي شو عندي؟ مين اللي كان يتحرك؟ في واحد ما كانت تتحرك، فصفر. بس عندي طاقة